مرحبا، عمر النايف اللي هرب من سجون الاحتلال، هرب من البلد وانتقل من دوري لدوري لحد ما وصل بلغاريا، كان قادر يرجع يختفي مرة تانية وخوض نفس التجربة، لكنه قرر يتحدى، تحدي من نوع جديد. لجأ إلى السفارة الفلسطينية في صوفيا كونها بتتمتع بحصانة دبلوماسية. خطة عمر كانت الضغط لحد ما ينحل ملفه، وإذا ما انحلش رح يقيم في السفارة 4 سنين لحد ما تسقط الاتهامات اللي فعلها الاحتلال بعد أكثر من 20 سنة. السفارة ما رحبتش فيه وتعاملت معه على إنه عبء بدها تخلص منه كيف ما كان. كيف؟ السفارة الفلسطينية من اليوم الأول هم يضايقوا فيه وهم يدفعوه لأنه يطلع للسفارة، يدفعوه للتسليم، بقوا يضايقوا فيه كأنه بزنادين احتلال موجود. طيب السفير الفلسطيني أحمد المذبوح كيف تعامل مع عمر؟ قاعد بضايق فيه، قاعد بهدد فيه، وقاعد بكله رايحين يسمموا لك الأكل، وقاعد بكله الطيارة عم تستنى فيك عسرائيل، وقاعد بكله قاعد كثير قضايا وتفاصيل. طيب والطاقم الأمني التابع للسفارة كيف حمى عمر؟ الطاقم الأمني ما شكلوش حماية، السفارة والخارجية ما شكلتلوش حماية، فيش حدا شكل حماية. وبنفس الوقت السفير والطاقم الأمني كان بيشتغل على حصار عمر ومنع المتضامنين والمحامين والناس اللي بيثق فيهم عمر من مقابلته تحت حجة حماية عمر. The pretext of security was used to deny Omar visits with people he trusted, with advocates working on his case. At the same time, the embassy didn't do the most basic security needs, such as hiring a security guard or installing cameras. بعد اغتيال عمر بساعات السفير المذبوح عمل تحقيق لحاله وطلع وقال ما فيش اثار لاي اقتحام للسفاره، وعمر الكيوب بدمه لكنه ما عليهوش اثار ضرب من مره. شكرا للي نشر الصوره هاي. السفير المذبوح بيعملش اشي من غير وزير الخارجيه، والمالكي بيعملش اشي من غير رئيس الوزراء، والحمد الله بيعملش اشي من غير الرئيس. وابو ماز كان في لقاء مع الرئيس البلغاري، ونتنياهو كمان التقى الرئيس البلغاري بنفس اليوم، نفس اليوم اللي صارت بعده بيوم عمليه الاغتيال. رب صدفه خير من الف تنسيق ولا تنسيق. طيب الطاقم الأمني الموجود في السفارة تابع للمخابرات العامة اللي عراسها ماجد فرج اللي قام بتحرير الرهائن السويد من سوريا، قادرين يدخلوا على سوريا ويحرروا الرهائن وعاجزين يحموا عمر داخل السفارة اللي المفروض يحموها، ولا في كمان تنسيق؟ انت خليك على جنب وتركبش الموجة، ملفاتك عامرة بالاغتيالات. والاحتلال لما بيفرج عن 500 مليون بعد عملية الاغتيال مكافأة ولا صدفة؟ شو عملت السلطة آخر فترة لتستحق الإفراج عن 500 مليون شيكل؟ بما إنه السلطة بمؤسساتها الأمنية والسياسية عليها أسئلة، يعني لازم تجاوب مش هي اللي تسأل أسئلة. مش لازم نتوقع أي نتائج من لجنة التحقيق اللي شكلها الرئيس، لأنه بطبيعة الحال هتطلع لنا بنتائج تطرح أسئلة جديدة، أو بنقعد سنين نستنى منهم إجابات حقيقية مثل ما إلنا 12 سنة قاعدين بنستنى مين قتل رئيس السلطة السابق. بلغاريا حليفة إسرائيل، بالتالي مش لازم نستنى نتائج التشريح اللي المفروض تنشرها. بس ليش الجهات الرسمية البلغارية رفضت يكون أي جهة فلسطينية جزء من لجنة التشريح؟ إسرائيل المسؤول والمستفيد الأكبر من عملية الاغتيال، لكن هذا لا يعني إنه ما فيش أطراف تانية مسؤولة عن عملية الاغتيال كمان. حتى اللحظة قضية عمر ما انتهتش ومش حتنتهي، وتبعاتها حتمتد. وإذا ما سمعناش عن نتائج حقيقية عن كل تفاصيل عملية الاغتيال وحاسبنا كل حدا تورط فيها، نقدر نحكي إنه كل أسير مبعد ممكن يصير معه نفس اللي صار مع عمر. ومش بس الأسرى المبعدين، أي حدا مش عاجب الاحتلال ممكن تغتاله أو تخطفه أو تأذيه على الأقل وين ما كان. قصة اليوم صارت أسهل من ما قبل عمر النايف، وحتصير أسهل بكثير إذا قررنا نضل عند نقطة من قتل عمر النايف، زي ما قلنا سنين منقول من قتل ناجي العلي. مثل سألتي هذول الناس لازم يدفعوا ثمن سياسي كلهم هذول ناس مجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.